صباح النور، صباح الخير، صباح الرباح. بداية أسبوع موفقة للجميع. بون ديبي دو لا سمان، كنتمنى تبداو هاد لاندي وهاد السيمانة إن شاء الله بالطاقة الإيجابية والنشاط والحيوية كيف ديما. كاينين المشاكل، ولكن أشنو غنديرو؟ غنغمضو عينينا ونوكلو أمرنا لله ونكملو في المسيرة ديالنا اليومية. اللي غادي الخدمة ديال شوبوغ اجوردي، الله يسهل عليك، الله يفتح لك بيبان الخير وبيبان الرزق. ومالي البكالوريا كنقول لهم ها الخلعة تلقي مني. الوغ بغيت نقول كاع الناس اللي غينجحوا تبارك الله عليكم، بون كوراج، الله يسهل عليكم. وحتى على الناس اللي ما غينجحوش وبيان جابوا قل من المعدل بشوية وما يقدروش يدوزوا في استدراكية باسكو يحطوا معدل هلمة، عرفت انا حطوا معدلات شويه طالعين بشروط اللي كي تمر بالدوره الاستدراكيه. والناس اللي غيقدر ما يحالفهمش الحظ باش ينجحوا وياخذوا البكالوريا، كنقول لكم ماشي نهايه العالم، وصدقوني ماشي نهايه العالم، ما نحاولوا مره اخرى. باقي لاج ديالكم تبارك الله يسمح لكم تعاودوا العام، وكذلك الناس اللي متقبلينش يعاودوا العام، كاينين دي زيكول كي اكسبت لو نيفو بكالوريا، ما علاش لا ما ناخذوش الباك ديالنا يكون حسن، نعاودوا العام ونعاودوا بواحد النفس جديد وروح تحدي جديده، وان شاء الله كل شيء ياخذ البكالوريا. ايوا احبابي، كان هذا هو الموضوع ديال اليوم. حاولت نهضر على الناس ديال البكالوريا باسكو قريب ياخذوا لا ريزولتا، ان شاء الله يكون خير، وكنتمنى كلكم ان شاء الله تنجحوا وتكونوا فرحانين بروسكم. كنتمنى لكم احبابي كاملين صباحكم مبروك، بدايه اسبوع موفقه، تبارك الله عليكم. قلل لي طول عمري